تعانون من الجيوب الأنفية؟ بلش الخريف وبلش الوجع، آخ يا راسي وآخ ما قادرة أتنفس. اليوم رح نحكي عن حلول منزلية لعلاج الجيوب الأنفية. Let's go! أسعد الله أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة، معكم لبينا رحي حاصل عدجة الدكتوراة بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبيولوجيا الشيخوخة وجمال السيدة بعد الأربعين. اليوم رح نحكي بنقطة بالعلاج الطبيعي لكل الأشخاص اللي بيعانوا من آلام الجيوب الأنفية. مخطط تفصيلي بسيط يوضح الجيوب الأنفية. في عنا جيوب جبهية اللي بتكون فوق الحاجبين مثل ما هو موضح بالصورة، لهيك الناس بتعاني من وجع بالرأس في هذه المنطقة. لاحظوا أيضا توزع الجيوب الأنفية حول الأنف في هذه المنطقة، في عندي يمين ويسار، ومثل ما أنا شايفين في عنا القناة الدمعية بين العين والأنف. كل هذه النقاط عند احتقان الجيوب الأنفية رح يصير عندي خلل بوظيفة التنفس، ومنه بيصير عنا آلام ثانية. يؤدي التهاب الجيوب الأنفية الحاد إلى تورم المساحات الموجودة داخل الأنف والتهابها، وهذا يؤثر على تصريف المخاط ويسبب التراكم. قد يكون من الصعب التنفس عبر الأنف إذا كنا مصابين بالتهاب جيوب الأنفية الحاد، وقد نشعر بتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وأيضا نشعر بآلام نابضة من الوجه وبما يشبه الصداع. ومن أشهر الأعراض بتصيبنا أثناء التهاب الجيوب الأنفية هي إفرازات سميكة من الأنف، قد تكون صفراء إلى خضراء، احتقان وانسداد بالأنف، صعوبة وعدم القدرة على الشم، وأحيانا قد يرافق ارتفاع بدرجة الحرارة، شعور بالتعب والسعال وأيضا الصداع. وأكيد بعد ما تعرفنا على الجيوب الأنفية صار بدنا الحل. الحل بيكون بتمرينين منزلية، يعني بدون استخدام أدوية، لأنه الأدوية اختصاص الطبيب. في البداية رح نمسك نحن الأنف ونشده بهيدا الشكل. النقطة الثانية رح أخذ أنا إصبعتي وحطها بالجيب الأنفي بهذا الشكل، ومناخد نفس، منستمر على هذه الوضعية 10 ثواني فقط، وقد نكررها أكثر من مرة حسب الحاجة. وأكيد منكرر التمرين على الجهة الثانية. مننتقل على التمرين الثاني. التمرين الثاني كمان سهل، رح نحاول نضغط بالأصابع من الأذن إلى منطقة نهاية الفم من هيدا الشكل. هذا الضغط بيكون بضغط متوسط، يعني احنا ما لازم نزعج حالنا، والتمرير ببطء نحو الأسفل، ومنفتح الفم. نستمر بتطبيق هذا التمرين دقيقة واحدة، وأكيد رح تحسوا بفرق كبير من خلال عملية التنفس وتصريف المخاط اللي موجود والمحتقن ضمن الخدود. التمرين الثالث رح يتوجه للجبهة حتى نخفف نحن من الاحتقان الموجود بالجبهة. التمرين بسيط، منكون بوضع استراحة ومناخد نحن بهيدا الشكل، نمسك هيك رح تحسوا بتخفيف الصداع. منطبقه أيضا للتمرين لمدة دقيقة. أصدقائي الغوالي، بنهاية الفيديو أنا كتير بتشكركم للمتابعة، وياريت تشاركونا تجاربكم بالتعليقات، وما تنسونا من كومنت حلو ولايك وشير، واللي بيحب يستشير تقدروا تتواصلوا معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنكم الحجز بشكل مباشر عبر رسالة عبر الواتس أب
أو إرسال رسالة عبر الإنستغرام أو الفيسبوك أناقة أنسة، وفيكم بالتيك توك أيضا رسالة بشكل مباشر، ورح يظهر لكم مجيب الآلي وبيعطيكم الرسائل بشكل آلي، بيشرح لكم الطريقة. وانتروني الفيديو القادم محبتي.